هل عمليات التجميل هي عمليات تجميلية للوجه بس والشكل ولا ليها تأثير نفسي؟ أكيد ليها تأثير نفسي. أحلى حاجة في جراحة التجميل أولا الناس ما تبقاش عارفة اللي قدامه ده عمل إيه. أنت شكلك حلو، أنت اتغيرت، صغرت شوية، بس أنا مش عارف أنت عملت إيه. إيه جراحات تجميل الترميمية؟ ريكونستراكتيف. ريكونستراكتيف دي بقى الجزء اللي ما تعملوش دعاية خالص. وائل النهارده عنده جرح في وشه فمش هنلعب مع وائل. الامباكت اللي وقع ده على الطفل ده سيء جدا. العمليه ليها ضربتها ثلاث حاجات، شويه تورمات، شويه وجع بسيطه، وشكل جرح. الدكتور وائل يحيى يوسف، استشاري جراحه التجميل، دكتوراه جراحة التجميل جامعة عين شمس، عضو الجمعية المصرية لجراح التجميل. لأبحاث علمية والعدد من وسائل الصحافة والإعلام أجريت في السنوات الأخيرة عدد كبير من استطلاعات الرأي بين سيدات الوطن العربي، كشفت عن تضاعف غيرة السيدات على أزواجهم مع انتشار النت ووسائل التواصل الاجتماعي والعدد المهول من القنوات الفضائية، وعن السؤال عن موقف الزوج من خضوع الزوجة لعمليات تجميل تقربها من نماذج النجمات اللي بتجذب الزوج على الشاشات، تباينت الردود بين تناقض الزوج برفضه لإجراء الزوجة لعملية تجميل وبين طلب الزوج من زوجته وأحياناً إرغامها على عمليات تجميل. من ناحية تانية، بتشير إحصائيات العام الماضي عن زيادة نسبة إقبال الرجال في الوطن العربي على عمليات التجميل وخاصة شفط الدهون 22% عن الأعوام السابقة، لكن ما لم تكشف عنه الإحصائيات من أجل من تحديدا يقبل الرجل العربي على عمليات التجميل. أهلا بكم، النهاردة حوار مثير للغاية وممتع جدا جدا، لأن احنا النهاردة هنفتح ملفات جراحات تجميل بشكل مختلف. انا بوعدكم النهارده حوار مش تقليدي، مش زي اللي احنا زي ما بيقولوا يعني متوقعينه دايما في الحوار. لا، هو طبعا في كميه علم كبيره هتتقال، لكن في كميه صراحه اكبر هتتقال. لكن خليني اقول لكم حاجه من الصراحه جدا، في دراسه كانت بالنسبه لنا دراسه مثيره ودراسه صادمه، ان اكتر من 81% من اللي بيجروا او بيخضعوا لعمليات التجميل تعرضوا للمعايرة وللتنمر وللأسى الجسدي في مرحلة الطفولة. دي نقطة مهمة جدا، نقطة تخليني أقف قدام هذا التعبير بنظرة فيها بعدين. البعد الأول احترام الشديد لشكوى أي مريض بيعاني من حالة فيها إحساس بعدم الجمال. الست أو البنت اللي عندها إحساس مثلاً بأنه شفتيها غير جيدتين، مش حلوين، أنه عينيها الجفون بتاعتها أكبر من اللازم، ممكن جدا تكون اتعايرت بكده، ممكن جدا زميلاتها قالولها كده. الولد اللي عنده اعتقاد أو أنه عنده عقدة مش قادر ينزل حمام السباحة، بيلبس تيشيرت حس أن الشباب اللي حواليه بتبدأ تسخر منه وتعايره وتقول له ده أنت بتعاني من تسدي، سدي بتاعك زي سدي المرأة، ده ممكن جدا يكبر عنده هذه المشكلة وتبقى عنده يعني الحاح في عملية. هو عندها بعدين، شكل هو شايفه مش راضي عنه، وكمان عقدة أو بمعنى أصح طعنة نفسية عميقة لها قدم منذ أن بدأت في سنين عمره الأولى. دايما يا جماعة التنمر له أبعاد خطيرة جدا جدا، ده في يعني حكاية التنمر دي في الطفولة بينتج عنها جرائم بعد كده، ان الراجل خلاص هو حاسس انه يعني في مثلا درسوا انه الناس اللي بتلجأ الى تشويه جثث ضحاياها هو اتهم بانه قبيح طول عمره، فخلاص بيدور على اي ضحايا شكلهم حلو ويقتلهم ويشوههم او يشوههم وبعدين يقتلهم. ده في الغرب الحمد لله ان الجينات بتاعت القتلة الموجودة في مصر ما فيهاش الطبيعة دي.
لكن خلينا النهارده ندخل في عالم التجميل بالتفصيل مع ضيفي العزيز اللي بيسعدني بحواره، الاستاذ الدكتور وائل يحيى، صاحب دكتوراه جراحات تجميل من كليه الطب جامعه عين شمس، واستشاري جراحه التجميل وعضو الجمعيه المصريه لجراحه التجميل. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. عايز ابدا الاول بتعريف وتوضيح، ما هي جراحه التجميل؟ جراحه التجميل هي خمس اقسام، عندنا جزء جراحات تجميليه وجراحات ترميميه. الجراحات التجميليه اللي هي الناس كلها دلوقتي خلاص عارفاها، مش محتاجين نتكلم عنها. الجراحات الترميميه هي اللي محتاجين شويه ان احنا الناس تبقى عارفاهم، يعني ايه امتى الجا لدكتور التجميل، اللي هي زي ما حضرتك قلت كده تشوهات الوجه والفكين، ابتداء من البيبي الصغير. المراحل اللي حضرتك قلتها كده بالظبط، اللي هي ايه، بيبي صغير اتولد بشفه ارنبيه او سقف حلق او البات ايرز، دي المرحله الاولانيه طبعا بتاعتنا. نسيت البات ايرز، واخد بال حضرتك، دي التنمر، دي كانت دعوه لا للتنمر دي. النقطه اللي وراها الثانيه بقى اللي هي مشكله الحوادث اليد، الحروق، الاورده والشرايين، ده كل ده، والفقدان الجلدي باختلاف انواعه بقى في الجسم كله، ده كل ده بيعمله جراح التجميل. طيب حضرتك الانترو بتاعتك دايما بتبهرني، هي هو اوجست فاوعصت، اللي هي بالظبط كده كتاب التجميل. لو بعد ما تدرس كل كتاب التجميل هتقول اللي حضرتك قلته ده بالظبط، يعني كتاب التجميل هو ممكن تقعد تدرس فيه من فوق لحد قبل السقف كده بشويه، اللي حضرتك قلته كده بالظبط. ايه المراحل اللي انا اروح فيها لدكتور التجميل، وامتى دكتور التجميل يبقى موجود عندنا؟ احنا اي حاجه فيها عامل نفسي لازم نبقى نقول النهارده في حاجات بتتعمل قبل سن دخول المدارس. النقطه الثانيه، نعلم ولادنا كلنا ان انا زميلي اللي عنده جرح في وشه، اللي ودانه مش مظبوطه، اللي عنده جرح في الشفه الارنبيه، اللي بيتعتع سنه في الكلام، الارت في الكلام اللي هي الاث والكلام ده كله، ده احنا لازم نعلم ولادنا كلنا كده ان ده حد طبيعي لازم كلنا نتعامل معاه، مش العكس بقى اللي بيحصل باختلاف برضو انواع المدارس دلوقتي، بس كله هتلاقي كده، لا وائل النهارده عنده جرح في وشه فمش هنلعب مع وائل. الامباكت اللي وقع ده على الطفل ده سيء جدا. هو الاولى ان بالظبط دعوه لا للتنمر، مش ما تبقاش بس دعوه، لان الناس كلها تبقى عارفه ده، الناس كلها لازم تقول النهارده لاولادنا زي بالظبط كده ما انا عندي في مدارس ولادي مثلا، ان ده لازم يقعد مع المدرسه، ولازم التيبل اللي عليها الاطفال دول لازم يكملوا مع بعض سيكونس السنين، عشان مش كل سنه الولد يبقى قاعدين بيتكلم ده انا عندي حرق، ده انا عندي جرح، ده انا ودني مش عارف مين، لحد ما تبقى اجراءاته مستمر. النقطه الثانيه اللي مهمه جدا الحقيقه، امتى الجا بقى لدكتور التجميل؟ امتى دكتور التجميل بتاعي يتدخل؟ يعني مش كل بنت صغنونه النهارده كده تخينه شويه يلا نعمل عمليه، مش كل بنت النهارده اللي هو بالذات بنات مرحله البلوغ والمراهقه بدانا نبص على بعضنا، هتلاقي كل البنات بدات تبص امتى هيجي لي السايكل بتاعتي، امتى السايكل بتاعتي بدات افرح سنه ان صدري كبر، بدات الرجاله كده بتبتدي تفرح ان شنبها بدا يطلع، ونقعد نحلق في دقننا لحد ما نقول يا كفا لحد ما نعور نفسنا. المراحل دي كلنا عدينا فيها، هي الفكره ازاي نشرح احنا للناس النهارده ان دي خطوات طبيعيه هتحصل لنا، امتى الجا فيها؟ يعني مش كل بنوته صغنونه مليانه شويه لا دي معناها النهارده ان دوت الجا على عمليه تجميل، لا مفيش حاجه اسمها كده، ان الصدر كبير شويه اعمل عمليه تجميل، صدر صغير خالص اعمل عمليه تجميل، لا لا خالص، ده كل حاجه ليها توقيت. النهارده هي مش شطاره ان انا اجري اعمل عمليه، في فرق، وحضرتك برضو كنت اتكلمت فيها اكتر من مره قبل كده، في فرق بين قراري وتوقيت القرار. يعني وائل تخين شويه، حضرتك حاجه لحضرتك هتقول لي وائل انت محتاج وزنك ينزل يا بكذا يا بكذا، قرارك وائل لا مش هتعمل ده غير بعد سنتين لما يحصل مثلا مرحله البلوغ. لكن في المراحل جت اللي هي التشوهات التكوينيه احنا بنتدخل على طول، يعني نقدر نعمل عمليه ارنبيه في حال على طول على طول الاذن البطوله على طول قبل دخول المدارس، لازم القصه كلها تخلص قبل دخول، منها ان الطفل ما يبقاش واعي قوي، ومنها ان هو ينخرط في المجتمع بسهوله. العامل النفسي النهارده ما نقدرش نغفله، انا بعالج بعمل عمليه دي 50% العامل النفسي 50% تاني لازم نتكلم فيه مع الاهل، ونقعد مفيش مشكله خالص لو في المدرسه نقعد مع الناس في المدارس، زمايل الولد يبقوا موجودين، اللي دايما بيجونا والقصه برضه حكيت حضرتك سمعت عنها كتير، انا فرحي بعد اسبوع عايز اعمل بريست اوجمنتيشن، تخبير ثدي قبل الفرح، قبل الفرح باسبوع، ما هي البنت عندها صدمه، البنت عندها يعني خوف رهيب جدا بالظبط، عندها ثدي مفيش ثدي خالص، وكانت بتدارة في لبس لو هي محجبه مش باين اي حاجه، لكن النهارده انا هتجوز، طب امتى بقى اعمل ده؟ لا حضرتك مش قبل ده باسبوع، هو قبل ده بشويه حلوين، ما انا ما اتجوزتش فجاه، ما احنا خطبنا بعض شويه، واخد بالك، هو جوازها كانت مشكوك في امرها، جوازها مشكوك في امرها،
يعني لسه كان في خناقات على القايمه، في خناقات لسه على المول. خناقه على المول الراجل يعني حصل شويه خلاف على الشبكه مع حضرتك طبعا. انت عارف في ناس طيبه الكلام ده كله بنشوفه. هي مش معناه ان هو غلط الاجراء، هي فكره امتى. انا النهارده الدكتور التجميل ده مش ليجند، مش اله. هو دكتور التجميل ده برضو ليه قدرات، يقدر يوصل لنتيجه، لكن مش اله، مش هيخترع يعني. هو الجرح هيفضل تاثيره شويه. الجرح النهارده يعني. الجرح النهارده موجود، ده بالعكس، ده انا بقول لحضرتك اعمليها قبلها مثلا بشهرين عشان تعرفوا تستمتعوا. طب ما انت بتعملي ده عشان نستمتع بعدين، اللي هي اللي حضرتك كنت عرضناها في التقرير اللي هو بتاع رغبه الطرف الاخر. امتى انا عايز في زوجتي احسن وبدي لزوجتي؟ هو في حديث اصلا عن كده اللي هو تزينوا لزوجاتكم حاجه بالمعنى ده، اللي هو ايه، ان الراجل عليه ان هو يتزين لامراته زي ما المراه بتتزين لراجل. طبعا ان الراجل على طول يبقى متعطر، مستحمي، يستحمى 3-4 مرات في اليوم، مهذب نفسه، شعره متسرح، حتى لو شعره منعكش يسرحه على قد ما يقدر يعني. يعني نوجد مهمه ان احنا نوصل لشكل كويس مرضي للطرف الاخر يعني. احترام رغبه او اراده الطرف الاخر دي امر المفروض. ما ينفعش النهارده ان الراجل يبقى في عين مراته او العكس، مش مال عينيها، بس اللي هو ايه، في نظره مش مظبوطه. انا صاحب المقوله الشهيره، اذا اردت ان تكون مراتك انجلينا جولي فكن انت توم كروز او براد بيت. طب ونعمل ايه؟ طب دلوقتي ينفع كده؟ طب هو انت عايزها انجلينا جولي لازم تبقى براد بيت، ده دي ما قلتي مع حضرتك. طبعا اذا كنت انت، ما هو بيقول لك مع حضرتك طبعا، شايفه مثلا يعني مش عارف اي حد بقى من الجميلات، انجلينا جولي، نيكول كيدمان، فين انت؟ انت مين برضو؟ انت مين؟ انت لابس جلابيه برضو مقلمه من فوق لتحت كده. انت حاطط طرف الجلابيه في بقك وداخل معاك شقفه البطيخ بالظبط كده. يعني بتعمل مناظر غريبه بصراحه، في ناس بتعمل مناظر فظيعه في البيت. البوينت الثانيه بقى، احنا ايه، انا مستني ايه في مراتي؟ ما ينفعش مثلا النهارده، واكيد برضو حضرتك سمعت الكلام ده، ان انا جايب صوره خلي لي مراتي زي دي او خلي لي جوزي زي ده، دي نسمعها مثلا بعد ما نتفق مثلا مع البيشنت هنقدر نعمل كذا، يقوم داخل لك بقى حد كده. ده ابلكيشن، الابلكيشن ده ينفع في اثاث، في يعني اقرب اجيب الكومودينو ده، اقدر اجيب الترابيزه دي، انما ما اقدرش اعمل ده في اللي قدامي. احنا بنقرب الصوره. النقطه الثانيه اللي هو دايما لازم احترم البارتنر، يعني لو سيده جايه تعمل عمليه لازم زوجها يبقى موجود، والعكس صحيح، ما ينفعش اعمل عمليه من غير مراتي. اللي حضرتك اشرت لنقطة مهمة جدا، وحضرتك بتعمل الانترو بتاع حضرتك، اللي هم جزء الشباب الولاد اللي عندهم التثدي. ده لسه كنت اسألك فيها. القصة دي قصة يعني برضو تثدي عند الرجال، عملية تجميلية طارئ مش طارئ يعني، تعتبر ما فيش في التجميل امرجنسي بالمعنى الحرفي، بس دي من ضمن الحاجات اللي نقدر نقول عليها يعني لازم على طول يعني، لأن الراجل الشاب معقد ما بينزلش. وحضرتك النهارده بدأ ينفصل عن صحابه. هو حضرتك افتكر النهارده فتره مثلا ان هو من 16 ل 20 مثلا، اللي هو مثلا من ثانيه ثانوي لحد دخولك الكليه او اولى كليه، انت سافرت كم مره مع اصحابك لوحدكم؟ نزلت الميه كم مره؟ اتعرفت على بنات وعكست بنات كم مره؟ الكلام ده كله انا بنعزل عنه. انا بنعزل، ده شعور طبيعي. انا بسافر مع اصحابي، بنزل الميه مع اصحابي، الكلام ده كله ده انا ما بقدرش اعمله. انا بفضل لابس التيشيرت او ببقى انا الايه اللي زمايلي بيغلسوا عليا. يعني الضحكه بتاعت البيف في الاول ايه، انا خدتها بهزار، تاني مره بهزار، تالت مره انا ملبست تيشيرت، الرابعه انا ما رحتش معاهم، انا بدات انعزل، بدات ارجع خطوه لورا، بدات زمايلي اتعملت في فيلم افيه، وده غلط يعني، في فيلم اتعمل فيه افيه بالشكل ده. في حاجات بقى فريزز كده بتتقال في وسط الافلام تودي في ده، ملهاش اي معنى، ملهاش اي معنى. ومش موجوده في العالم، دي دعوات صريحه للتنمر. أيوة، مش للتنمر يعني. وناس بتقلدها يعني، ما هو هم شافوا نجم كوميدي في فيلم ما مشهور جدا عمل حركة معينة فيها تنمر على تسدي بالظبط، فأي حد في أي حتة هيعمل نفس الإفيه. بتقولها حضرتك. هي دي الفكرة. احنا لازم برضو الناس تبقى واعية شوية لده. فكرة كنا بنتكلم في حلقة من الحلقات برضو، بنتكلم على اللي هو يعني الفنان العظيم تامر حسني، ما كان بيتكلم كان دكتور تجميل، كان دكتور تجميل في فيلم، في فيلم، فهو بالظبط هو لخص برضو النقطه. فهي واحده جايه بتقول له انا عايز ابقى فلانه الفلانيه وخد 100,000 دولار. فقال لها انا هكتب لك شيك ب 200,000 دولار وقولي لي ازاي اعملها يعني. هو لخص القصه، مفيش حاجه اسمها انا عايز ابقى زي فلان. وائل وايمن تعرف الفيلم ده كان عاجبني فيه ايه قوي؟ شكل العياده روعه يعني. يعني عياده
طبعا هي مفيش عده في مصر كده يعني اللي هو ريسبشن قاعده شيزلونج مش ملوش علاقه بالطب قصه حلوه. بس هي البوينت دي هو لخص الموضوع في ان ايه، ان اي حد جالك النهارده بصوره انا عايز ابقى زي فلان او فلانه، كل واحد فينا ليه تفاصيله، كل واحد فينا ليه مقاس جمالي، في مقاس جمال عامه وفي مقاس جمال على الشخص نفسه، لازم تتقاس، لازم تتقاس ولازم نتكلم. بس بالنسبه للتصدي الرجال ما فيهاش مقاييس، لازم لا هو لازم هو الصدر في الرجاله لازم تبقى العضله باينه، اه مفيش بقى ذهن فوقيها، مفيش المنظر اللي بنشوفه اللي هم جريد من 1 تو 4 ده مش موجود طبعا. هنتكلم عليه ده ليتر اون بتفصيل لازم طبعا دي مع حضرتك، وامتى نتدخل وامتى تدخل بس يعني شفت بس ولا شفت وجراحه، دي بوينت مهمه جدا. ان القصه بتاعتنا ان احنا جراحه التجميل جراح فيه تجميل وفي ترميم، دي تقدر تعتبرها من جراحات الترميم بتاعتنا مثلا، دي موجوده عندنا. النقطه الثانيه العامل النفسي زي ما حضرتك كنت اشرت ليها اكتر من مره قبل كده، ده حاجه محترمه جدا. لازم انا مش عملت العمليه النهارده وخلاص. عشان كده جراحين التجميل دلوقتي معظمنا بقينا جراحين زي دكاتره النساء كده، عائلات يعني وائل ده العيله اللي هي ايه، الام وبنتها وخالتها واختها، لازم بيجي لك بيستشيرك في الاول، يعني لازم بيعدي عليا بس ثقه بقى خلاص، دي مرحله الثقه. ما توصل دي ده النجاح. مش مساله انا عملت السنه دي 100 عمليه شفط، لا ان انا اخد الثقه بتاعه العيله دي كلها. دي نقطه مهمه جدا. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور وائل يحيى استشاري جراحات التجميل وصاحب دكتوراه جراحه التجميل من كليه الطب جامعه عين شمس وعضو الجمعيه المصريه لجراحه التجميل، ابدع في حوار زي ما قلت اكسترا تون، واحد من الحوارات الممتعه جدا، وفتحنا موسوعه مهمه جدا جراحات التجميل بين ثلاث جدران هامة جدا، الواقعية والخيال و يعني الاكسبكتيشن، الاكسبكتيشن توقعات المريض، الواقعية التي يعلمها الطبيب والخيال اللي كتير من الناس بتروحه، والاكسبكتيشن لازم تترسم صح توقعية لكل مريض داخل يعمل جراحة تجميل. الحوار مستمر جدا، واعتقد ان هي موسوعه مختلفه هتبقى مهمه جدا واعتقد مفيده، وفيها عنصر الجرأه نسبته المره دي عاليه شويه. خليكم دايما مع الناس الحلوه.